خايبة نجم نقوله ولا شنو؟ خايب الله غالب ما لعب ويعطيهم الصحة، لكن كتشوف حتى الاربيتر عاونهم برشا زادا، كتشوف ما نقدرش ضيعوا وقت، فرص ضاعت الله غالب، هزيمة قاسية. وديما الفرق التونسية تعاني من التحكيم هذه في افريقيا، في هما كيجونا فهمتي نشوف واش نعمل معاهم، لكن كتشوف حكم قداش ضيعوا وقت، قداش الله غالب، ديما الفرق التونسية تعاني من المشاكل هذه. ولكن تتويج في حد ذاته فريق تونسي في السوبر الحمد لله. كاو مردود عمار، مردود عمار كي مردود الاولاد، اش باش نقول لك، ما مشاوش الاولاد الكل، الله غالب الله غالب، ما دامنا خاسرين نقولوا ما مشي حد، في الربح نقولوا مشاو، في الخساره الله غالب نتحملها الناس الكل. فرحان المردود نتاعو؟ فرحان المردود، يعني فرحان لو كان ربحوا كنت نكون فرحان، لكن توا الله غالب ما ربحوش. هو حب على بونتو، حب على بونتو بالراس، خاصه كل رينا برشا مرات يطلع يطلع، وجا حتى البونتو هو اللي شاط بالراس، وجات عند المساكني يعطيه الصحه، جاد المساكني يقدم مقابله طيبه الله غالب، ضيعوا ثم ثلاثه ولا اربعه فرص ضيعناهم، ما كانوش في نهارهم، وربما كانوا في نهارهم. الفريق زاد مازامبي من 2009 ما خسرش في بلاده، فريق قوي، فريق يلعب كوره، شفناه معناها ماهوش مؤخرين التالي، ضيعوا شويه وقت في الاخر، لكن هذاك المكتوب، هذاك الكاتب.